اهلا بكم من جديد وعوده بعد الفاصل والانتقال للحديث عن النادي الاهلي واخبار قطاع كره القدم والنادي الاهلي خلال الايام القليله القادمه في ظل اهتمام كبير جدا من جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه بمستقبل المدير الفني ومن هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طيب والنهارده يمكن عصرا لجنه الكوره اعلنت انها ستعقد اجتماعا غدا برئاسه الكابتن محمود الخطيب في 3 عصر غدا الخميس، وذلك لتحديد هويه المدير الفني الجديد للفريق الاول لكره القدم، بعدما توصلت اللجنه عقب سلسله من الاجتماعات خلال الفتره الحاليه ومن المفاوضات لاتفاق شبه نهائي مع 3 مدربين، مدرب بالتاكيد تشيكي ومن اوروجواي ومدرب برتغالي. تلك هي الجنسيات التي استقرت لجنة الكرة على الاختيار من بينهم بإذن الله في الاجتماع الذي سيعقد في 3 عصرا في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، وسيكون القرار الأخير على مائدة اجتماع اللجنة لاختيار 1 من المدربين 3 لعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له مساء غدا الخميس تمهيدا للإعلان عنه وتوليه المسؤولية في الموسم الجديد. وكانت اللجنة قد حددت 1 معايير لاختيار المدير الفني الجديد، منها أن يكون صغير السن وصاحب شخصية قوية ولديه طموح لتحقيق إنجازات وبطولات، وأن يكون لديه القدرة على التعامل مع اللاعبين بما يعكس خبرته لتحقيق الأهداف الرئيسية للفريق خلال الفترة القادمة، وأيضا أن يكون مديرا فنيا قادرا على تحمل الضغوط، خاصة أن النادي الأهلي نادي بطولات وجماهيره لا تقبل إلا بالفوز. وعلى الصعيد الفني أن يكون المدرب الجديد ينتمي للكرة الحديثة وتعامل مع مدارس كروية مختلفة وعلى دراية بالكرة العربية والمصرية ولاعبيها. ولم تمانع اللجنة أن يصطحب المدير الفني الذي يقع عليه الاختيار مساعدين له، بما يضمن النجاح للجهاز الفني الجديد في مهمته وإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي بالمزيد من البطولات والألقاب المحلية والقارية. يمكن ده من أهم أخبارنا النهاردة، وكان خبر أعلن عصر اليوم متعلق بتحديد المدير الفني الذي سيقود القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، وهذا الاجتماع الهام جدا اللي هيلقى اهتمام كبير جدا من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية والمحلية غدا عندما يعلن النادي الأهلي بعد اجتماع لجنة الكورة والعرض على مجلس الإدارة من هو المدير الفني القادم للنادي الأهلي. ويمكن لو ركزنا أكتر في الخبر، الخبر اهتم أن هو يحدد العناصر والعوامل والمعايير التي اهتمت لجنة الكرة بها لاختيار مدير فني للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. قالت أنه يكون صغير السن ساحب شخصية قوية ولديه طموح لتحقيق إنجازات وبطولات، عنده قدرة على التعامل مع اللاعبين بما يعكس خبرته لتحقيق الأهداف الرئيسية، أن يكون مدير فني قادر على تحمل الضغوط خاصة الأهلي نادي بطولات وجماهيره لا تقبل إلا بالفوز. من ناحية فنية أن يكون المدرب ينتمي للكرة الحديثة وتعامل مع مدارس كروية مختلفة وعلى دراية بالكرة العربية والمصرية. كل دي أمور مهمة جدا لو الناس ركزت فيها، يعني هذه العوامل وهذه العناصر من أهمها أن يكون المدير الفني عنده الطموح خلال الفترة القادمة. لم نتحدث عن سي في قوي ولم نتحدث مدرب بإمكانياته أنه هو اشتغل في فرق عالمية كبيرة ولا الكلام ده كله، لأن التاريخ نفسه لو رجعنا للتاريخ وشفنا الأرقام وأسامي المدربين اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي، دائما الأهلي يصنع اسم المدرب وليس العكس. يعني عندما أتى الأهلي بمانويل جوزيه لم يكن هو السيرة الكبيرة في البرتغال، بل بالعكس أتى من هو سيرته أكبر الذاتية في البرتغال وخسر ولم يحقق طموحات جماهير النادي الأهلي. لكن هذه العوامل التي حددتها لجنة الكورة كانت السبيل الرئيسي لنجاح مانويل جوزيه ونجاح العديد من المدربين عندما أتى لقيادة فريق النادي الأهلي في السنوات السابقة. فبالتالي ليست اختيارك للمدير الفني بالسي في ولا بأن هو اشتغل مع مانشستر سيتي أو اشتغل مع ريال مدريد، انت بتلعب في بطولة أفريقية، بتلعب في دوري محلي، محتاج مدرب بمواصفات خاصة ومعايير مهمة جدا لتقود الفريق في المرحلة القادمة. مش عايزين نضرب أمثلة كتير، لأن لو قلنا أمثلة كتير هنرجع كتير قوي للتسعينات والثمانينات وأسامي مدربين النادي الأهلي عمل اسم ليها وعمل سوق ليها في المنطقة العربية. لكن لما جم مدربين ذو أسامي كبيرة وإمكانيات كبيرة، يعني أنت في مرة في مرحلة من المراحل جبت جوبن فرير وكان حاصل على الميدالية الذهبية، ميدالية أولمبية
الأولمبية، فبالتالي كان اسم كبير جدا جه، ومع ذلك خسر الدوري المحلي في المباراة الأخيرة أمام إنبي. توني أوليفيرا نفس المسألة، لكن عندما استخدمت رانير هورمان واستخدمت تسوبل واستخدمت أيضا مانويل جوزيه نجحوا نجاح باهر. مش هنروح بعيد، خلينا في السنوات الأخيرة كان عندك مارتن يول أحد المدربين الكبار اللي اشتغلوا في الدوري الإنجليزي وكان بيقود في مرحلة معينة فريق توتنهام، عندما أتى ما كانش شغال بنفس القماشه او بنفس الطموح اللي انت عايزه، وان يطور الكره عندك وان يستخدم لاعبين مميزين وان يطلع لاعبين بشكل ايجابي جدا، عكس المدربين كانوا جايين ما كانش فيه سيره ذاتيه، لكن نجحوا مع النادي الاهلي خلال سنوات سابقه وحققوا ارقام قياسيه كبيره جدا سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. فبالتالي جماهير النادي الاهلي عندما تقرا هذا الخبر وتشوف المعايير والعناصر اللي حطتها لجنه الكره في اختيار المدير الفني، هتلاقي ان هذه العوامل وهذه المعايير هي اللي هتلقى القبول وهيكون فيها شكل ايجابي جدا بالنسبه لفريق كره القدم خلال الفتره القادمه، لان الاهلي خلال الفتره القادمه محتاج يحافظ على بطولاته المحليه، ايضا يفوز بالبطوله الافريقيه وهو الهدف الاسمى. لكن في نقاط اخرى برضو محتاجين نتكلم فيها، واحنا بنتكلم على المدير الفني الاجنبي باذن الله، ان غدا باذن الله لجنه الكوره تنعقد في تمام الساعه 3 عصرا في فرع النادي بمدينه نصر، وبعدها مجلس الاداره قبل مساء الغد. سامي قمصان مدرب المساعد في الجهاز الفني، هيكون بالتاكيد هناك مساعدين كما اكد لنا الخبر ان هيكون في مساعدين مع المدير الفني الاجنبي، هيتم اختيار ايضا كمان مدرب حراس المرمى، ويتم بالتالي بقى وضع الهيكله والشكل الاساسي للجهاز الفني اللي هيقود الفريق في المرحله القادمه واللي هتكون اولى الملفات بالنسبه له، وبالتاكيد ايضا كمان الجهاز الطبي اللي هيكون متواجد مع الاهلي خلال الفتره القادمه. هنشوف هل الجهاز الفني او المدير الفني الاجنبي رؤيته بالنسبه ايضا كمان للجهاز الاداري والجهاز الطبي اللي هيشتغل معاه خلال الفتره القادمه، انك اي مدير فني محتاج عوامل كثيره جدا سواء عوامل فنيه عوامل اداريه وعوامل طبيه، ودايما النادي الاهلي بيكون مكان يعني فرصه للجميع انه ينجح وانه يحقق ارقام قياسيه وانه يحقق بطولات مع النادي الاهلي، والاهلي ارض خصبه لنجاح اي مدرب خلال الفتره القادمه. وزي ما قلنا الاهلي عمل اسامي لعيبه كبيره جدا وعمل اسامي مدربين خلال الفتره الاخيره والسنوات الاخيره. لكن قبل ما انتقل لنقطه مهمه وطريقه عمل الجهاز الفني والساعات القادمه بالنسبه لقطاع كره القدم، اروح لملعب التتش بالجزيره ومعنا على الهواء مباشره في هذه اللحظات وعبر التليفون زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي لاطلاعنا بقى على التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي بعد الاجازه والراحه السلبيه. بالامس كان التدريب الاول، النهارده التدريب الثاني تحت قياده الكابتن محمد يوسف. من اللاعبين تواجد في التمرين؟ مين اللي لسه هينضم خلال الساعات القادمه؟ عبر التليفون هيكون معانا زميل امير هشام. امير اهلا بيك، وطمني بقى تدريبات فريق النادي الاهلي والاجواء والتدريب الثاني بعد فتره راحه سلبيه استمرت لمده اسبوعين بالنسبه للفريق الاول. تحياتي ليك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت طبعا النهارده المران الثاني بالنسبه للنادي الاهلي مع بدايات فتره اعداد الموسم الجديد واللي هتبتدي ان شاء الله بمباراه تاون شيب في بطوله دوري ابطال افريقيا واللي هتكون بعد نهائيات كاس العالم وتحقق هذه البطوله بشكل كامل. فبالتالي استعدادات اكيد مهمه من اللاعبين من الجهاز الفني، اللاعبين طبعا المتاحين احنا زي ما احنا عارفين في لاعبين متواجدين سواء مع المنتخب المصري الاول او المنتخب الاولمبي، وايضا بالاضافه لعلي معلول اللي بيتواجد مع المنتخب التونسي، ففي اكيد غيابات كتير جدا بالنسبه للاعبين الدوليين في جميع المنتخبات. ولكن طبعا التدريبات اكيد مهمه تحت قياده او تحت اشراف كابتن محمد يوسف المدرب العام الجهاز الفني الجديد بالنسبه للنادي الاهلي، واللي بيشرف على التدريبات طبعا في هذه الفتره حتى التعاقد القريب ان شاء الله مع مدير فني جديد اللي هينضم للجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي. المران النهارده ابتدى في حدود الساعه 10 و10 دقائق بالتحديد ومستمر حتى الان، ومران طبعا طويل وخصوصا الفريق في بدايه او بدايات فترات الاعداد، فبالتالي بيبقى في تدريبات بدنيه بشكل كبير جدا تدريبات بدنيه مطوله من قبل الجهاز الفني. خليني اقول لك بالنسبه لفقرات المران يا محمد، مفيش فقرات كتير زي ما انا بقول لك، الفقرات او الفقره الوحيده في مران النادي الاهلي خلال هذه الفتره هي الفقرات البدنيه المختلفه، يعني التركيز كله طبعا على النواحي البدنيه عشان الفريق في بدايه فتره اعداد، واعتقد طبعا
راحة سلبية كبيرة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي خلال الفترات السابقة. النهاردة انضم لمران النادي الأهلي مؤمن زكريا والانتهت اعاراته بشكل رسمي مع فريق أهلي جدة، فبالتالي النهاردة اول تدريب ليه مع النادي الأهلي عقب عودته من فترة الإعارة، بالإضافة لأحمد الشيخ اللي بيواصل تدريباته مع النادي الأهلي، ناصر ماهر المتواجد النهاردة في التتش لكن عنده يمكن إصابة كده منذ مباراة سموحة والزمالك، زي ما احنا عارفين هو كان متواجد مع فريق سموحة يعني مع نهائي كاس مصر كان جاله إصابة وبالتالي بيعالج منها، فعنده بعض التدريبات في صالة الجيم. أيضا اللاعب يوسف الجبالي موجود، لاعب المنضم حديثا للنادي الأهلي من فريق نادي الشمس، بالإضافة لأحمد علاء لاعب الداخلية واللي اتمرن طبعا في مران الامس والنهارده بيواصل تدريباته مع النادي الاهلي يا محمد. طيب بالتاكيد قبل بدايه المران بقى امير الفريق راجع من راحه سلبيه في مرحله الاوزان، بقى كل لعيب بيوزن عشان معدلات اللياقه البدنيه تبقى متساويه بالنسبه للاعبين خلال الفتره القادمه، احنا عارفين المرحله دي كله راجع من راحه سلبيه، فبتبقى بالنسبه لك فتره الاسبوعين مرحله انت فري براحتك بقى، بتبقى فرصه كويسه انك تاكل وتعيش حياتك بشكل تام بعيدا عن كره القدم وده مطلوب، لكن لما بترجع بتبقى في مرحله اوزان بالنسبه لكل اللاعبين، هذه المرحله او مرحله الاوزان يعني كلامك مع الجهاز الفني مع الكابتن محمد يوسف، الخريطه المتعلقه بالمرحله البدنيه بالنسبه للاعبين ايضا في المرحله الحاليه، هل هناك تصريحات من الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف للمرحله القادمه؟ اللعبة كلها التزمت بالتاكيد للاوزان كمان زي ما بقول لك، مفيش تدريبات بالكوره كمان، يعني كل هذه الامور امير برضو عايزين نعرفها منك. طيب بالنسبه لحته الاوزان يا محمد، اكيد شيء طبيعي جدا يكون اوزان اللاعبين زايده خلال الفتره دي، خصوصا ان هو زي ما انت بتقول ايضا كان على مدار اسبوعين ويمكن اكثر كمان الفريق او اللاعبين ما كانوش بيتمرنوا اطلاقا وكانوا في فتره راحه سلبيه، فبالتالي الاوزان اكيد كانت عاليه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وده اللي بيحاول يتداركه طبعا الجهاز الفني وتحت اشراف كابتن محمد يوسف خلال التدريبات من خلال التدريبات البدنيه فقط، فبالتالي او احنا ملاحظين ان التدريبات البدنيه هي السمه الاساسيه بالنسبه للفريق في الفتره الحاليه للتخلص من طبعا الاحمال او من الاوزان الزائده بالنسبه للاعبي النادي الاهلي خلال الفترات. بالنسبه لتدريبات الكره، تدريبات الكره قليله جدا وبيتم استغلالها في النواحي البدنيه، لكن ليست تدريبات كره ترفيهيه او التدريبات الطبيعيه اللي احنا كنا بنشوفها في الفترات العاديه في وسط الموسم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، التدريبات كلها عباره عن تدريبات بدنيه، حتى عند استغلال الكره بيتم طبعا استغلالها في التدريبات البدنيه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بالمناسبه خليني اقول لك يعني متصاعد عدد كبير جدا من ناشئي او قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وده لتعويض الغيابات الكبيره بالنسبه للفريق بسبب المباريات. ابرزهم مين يا امير؟ يعني طبعا كريم يحيى متواجد، في لاعب ايضا في نص الملعب اسمه صالح لاعب كويس جدا، صلاح نصر صالح ده لاعب ده متواجد في قطاع الناشئين وبيلعب في نص الملعب لاعب جيد جدا، في ايضا حارس مرمى، يعني بعض اللاعبين اللي بيتم من خلالهم تعويض الغيابات الكتير بالنسبه للفريق. ايضا خليني اقول لك ان النهارده لليوم الثاني على التوالي ما بيحضرش عمرو السوليه لاعب النادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي تدريبات، وده بسبب ظروف خاصه هو واخد اذن من الجهاز الفني بكده، فان شاء الله ممكن يكون متواجد خلال مران الامس، لسه هيبان طبعا من خلال بكره هل هيتواجد عمرو السوليه ولا لا طبقا للظروف الخاصه وبعد اعتذاره بالنسبه للجهاز الفني. خلينا اقول لك ان بكره ان شاء الله هيبقى المران الساعه 10 مساء في نفس التوقيت، يوم الجمعه هيكون اجازه بالنسبه للاعبين ويستأنف الفريق ان شاء الله تدريبات يوم السبت القادم. زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا، اطلعتنا بشكل كبير جدا عن تدريبات فريق النادي الاهلي واليوم الثاني في بدايه فتره الاعداد بعد الراحه السلبيه التي خدها بالتاكيد فريق النادي الاهلي عقب نهايه الموسم القروي. شكرا ليك يا امير. يمكن كنا بنشوف لقطات مهمه جدا ولقطات حصريه لتدريب فريق النادي الاهلي على ملعب التتش. احنا بنتكلم في اسبوعين كانت راحه سلبيه ومرحله فري، انت بتعيش حياتك بقى بعيدا تماما عن كره القدم وده مطلوب بالنسبه للاعبين لاستعاده بقى لياقتهم البدنيه للموسم القادم، لكن لو خدنا بالنا لا الحاله البدنيه واللعيبه محافظه بشكل كبير جدا على اوزانها عشان لما تبدا المرحله البدنيه والاستعداد البدني يكونوا جاهزين تماما الوقت وبالتاكيد
الاستعداد للموسم القادم. يمكن عندنا اخبار كتير جدا متعلقه بفريق النادي الاهلي. يمكن كابتن محمد يوسف قال النهارده ان هم خاطبوا ازارو اجاييو وباقا للانتظام في فتره الاعداد خلال الفتره القادمه. يمكن الجهاز الفني كان يوم الاحد اعلن ان يوم الثلاث اللي هو كان بالامس اول يوم لتدريبات فريق النادي الاهلي بعد الراحه السلبيه، فبالتالي في خطاب او في اتصالات مع الثلاثي الاجنبي للتواجد في فتره الاعداد خلال الفتره القادمه، وبالتاكيد هم هيكونوا في اجازات في بلادهم خلال الفتره الاخيره، فيتم الحجز بقى السفر والوصول للقاهرة خلال الساعات القادمة والتواجد مع فريق النادي الأهلي. الفريق راح من التدريبات الجمعة بإذن الله. يمكن بدأ المران يوم الثلاث، النهاردة المران الثاني، غدا المران الثالث. يوم الجمعة يكون فيه راحة سلبية ويوم راحة أجازة قبل الاستعداد لمرحلة أخرى، لأن بالتأكيد فترة الإعداد بتكون مراحل بدنية واستعدادات مختلفة وبتتقسم على مراحل حتى تصل إلى الفيتنس العالي واللياقة البدنية العالية، ثم تبدأ تخوض بقى تدريبات الكرة والتقسيمات الكرة. هيكون في كذا معسكر خلال الفترة القادمة، معسكر داخلي هيكون في القاهرة او في العين السخنه او في الاسكندريه لمده حوالي اسبوع، هيكون مهم جدا بالنسبه للاعبين، بتقفل على لعيبتك بقى وبتستعد بناحيه بدنيه. ثم معسكر خارجي هيكون في اوروبا لاستعدادا للموسم القادم، هتلعب ثلاث مباريات وديه استعدادا بقى الاولى للمباريات في الانطلاقه الافريقيه امام تاونشيب بطل بوتسواني. كابتن محمد يوسف اكد على التزام لاعبي الاهلي بفتره الاعداد، يعني مجرد ما اخطر كل اللاعبين بفتره الاعداد يوم الثلاث الكل التزم وتواجد، وفي منهم الغى الحجز الخاص بيه وقطع اجازته السنويه بمجرد ابلاغه بفتره الاعداد وتواجد في التدريبات، زي ما احنا شايفين الكابتن سامي قمصان المدرب المساعد مع العديد من اللاعبين، شايفين اسلام محارب، كان احمد حمودي، كل اللاعبين، ناصر ماهر ايضا كمان متواجد. مؤمن زكريا انتظم في تدريبات فريق النادي الاهلي واجتمع بالكابتن محمد يوسف، وفي ملفات كثيره هنشوفها خلال الفتره القادمه تتعلق بالاعارات وموقف قائمة الفريق. وهنا عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا، يمكن حتى الناس بتركز على المدير الفني القادم لفريق النادي الأهلي، وده شيء مهم، ودايما الخبر في النادي الأهلي لما بيتقال بيبقى ليه قيمة وليه قيمة مالية كمان. عايز أقول لكم كناحية تسويقية، الخبر لما بيتقال أو بيتكتب فيه اسم النادي الأهلي بيبقى ليه قيمة كبيرة جدا. لكن عايز أنتقل لجزئية مهمة جدا وأنا بتكلم، اختيار المدير الفني للنادي الأهلي ده شيء مهم وخبر مهم جدا الكل بيهتم بيه، لكن في ملف آخر الكل لازم يهتم بيه ويدرسه خلال الفترة القادمة. وأنا على علم ان لجنه الكوره ومجلس اداره النادي الاهلي بيهتم جدا بهذا الملف ومتعلق بقائمه الفريق في الموسم القادم، لان اتحاد كره القدم بصراحه كان خد قرار كان صعب جدا. الموسم انتهى يوم 20/5، 21/5 ارسل ليه الانديه لائحه شؤون اللاعبين للموسم القادم، وفجاه بدون اي مقدمات قال لكل الانديه ومنها النادي الاهلي اللي عنده مشوار افريقي وعنده مباريات افريقيه، تقليص القائمه من 30 لاعب الى 25 لاعب. طبعا على الاقل ادي مده تمهيديه، او لو عايز تعمل استراتيجيه بتعلن الخبر يوم 20/5 او 21/5/2018 لبدايه موسم 2019/2020، لكن مش تنهي الموسم 20/5 تختارني 21/5 وفجاه الاقي نفسي وانا بستعد للموسم الجديد يوم 5/6 او 6/6 مطالب بالاستغناء من 10 الى 15 لاعب مره واحده، ودي لعيبه مهمه جدا، ما بين اللاعب اللي راجع من الاعاره، ما بين لعيب هيطلع للاعاره، ما بين لعيبه لسه هستخدمها وهايدها خلال الفتره القادمه، لان عندي ماتشات افريقيه وعندي قائمه افريقيه انا ملتزم بيها. عندي مقيمة أفريقية أنا فيها 30 لاعب أنا أيدت 26 وهأيد كمان أربع لاعبين خلال الفترة القادمة. طب أنا اللاعب اللي هأيده في القائمة الأفريقية لازم أيده محليا، طب ما أنت قللت العدد ل 25، طب أنا دلوقتي قائمتي مثلا فيها 35 لاعب وعندي لاعبين صاعدين من قطاع الناشئين، طب أنا إزاي هشتغل على هذه المرحلة؟ والله الملف ده جدا 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 لا يقل أهمية عن اختيار المدير الفني لفريق النادي الأهلي. أنت عندك بطولة أفريقية، يمكن الأندية في مصر مش هتحس بهذه المشكلة لأن كلها مش موجودة في بطولة أفريقية، هو النادي الأهلي بيلعب في دوري أبطال أفريقيا الوحيد وعنده مشوار أفريقي مهم جدا خلال الفترة الحالية، محتاج إنه يجيب صفقات، محتاج يدعم فريق الأول بعدد مهم جدا من اللاعبين، فبالتالي ملف اللعيبة المعارة واللي هتنتهي إعارتها زي مؤمن زكريا زي أحمد الشيخ، عايد مين ومشي مين وأنا حجمت لي القايمة ب 25 لاعب، أنا بنهي الموسم 20/5 تختارني 21/5 ان نبدا 5/6 خلال اسبوعين اختار اللاعبين الراحلين ومين المعار ومين اللي جاي، في ملف صعب جدا حتى وانا بختار مدير فني، يعني اللي هياخد قرار زي ده لازم يدي مرحله لمده سنه قبل ما اطبقها من السنه الجايه. نقطه ثانيه مهمه، احنا خلاص شكلنا رابطه للانديه المحترفه وحددنا ان الرابطه دي برئاسه الحاج محمود الشامي هي اللي هتدير المسابقه وهتدير المسابقه بشكل كامل خلال الفتره القادمه. ادارتها للمسابقه مش بجدول الدوري، ادارتها للمسابقه، وبنشوف في اوروبا رابطه الدوري الانديه المحترفه بتدير المسابقه من الالف للياء، بتشكل لجان، لجان للمسابقات، لجان لشؤون اللاعبين، لكن لما يبقى القرار طالع من اتحاد كره القدم ومبني من العميد ثروت سويلم
المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم مش من المدير التنفيذي لرابط الانديه المحترفه، بالتالي القرار هنا ده مش قرار رابط الانديه المحترفه اللي هو من صميم اختصاصها، وهي رابطه مسؤوله عن الانديه خلال الفتره القادمه، وبالتالي هذا القرار الفني كان محتاج دراسه، كان محتاج ان انا اشوف الانديه محتاجه ايه الفتره الجايه، وادي فتره لمده سنه عشان توفق اوضاعها. ما ينفعش بعد 30 لاعب او لاعب بعد اسبوعين مشي لك 10 لعيبه، ما هذه اللعيبه بفلوس، والفلوس ده هيبقى اهدار مال عام. اللي هيحس بقيمه الكلام ده اللي عنده مباريات افريقيه هتبدا في شهر 7، عندك قيد لعدد من اللاعبين. طب انت اخترتني باللائحه يوم 21/5 اوكي، وحددت لي الميعاد الرسمي الاخطر بيه اللاعبين خلال اسبوعين من نهايه المسابقه، ماشي شيء جيد جدا. طب لما تبعت اللائحه ابعتها كامله، ما تبقاش اللائحه مبعوته ان انا بحدد عدد اللاعبين اللي هيبداوا معايا الموسم القادم بدون تفاصيل باقي اللائحه. يمكن اللائحه معظم الانديه، انا عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا، معظم الانديه لما جت لها اللائحه ما كانتش جايه كامله، جايه حوالي ورقتين ثلاثه، وهي اللائحه حوالي 8 ورقات. فبالتالي عشان استعد للموسم القادم لازم تديني بلان لمده 3 سنوات او خطه لمده 4 سنوات، وتقول لي الموسم بعد القادم 25 لاعب مش هيكون 30 لاعب، ابدا اشتغل واشوف مين اللي هيخرج ومين مش هيخرج خلال الفتره القادمه. ده كان ملف مهم جدا ومحتاجين نتكلم فيه كتير الفتره الجايه قبل ما يتم القيد خلال الفتره القادمه، لان الاهلي داخل على مرحله مهمه جدا في البطوله الافريقيه ومحتاج يفلتر موضوع القائمه، لان القرار هذا او هذا القرار بشكل كبير جدا هيكون من الملفات واولى الاولويات بالنسبه للمدير الفني القادم، وهيصطدم بشكل صعب جدا في عدد لاعبين لازم ياخد فيهم قرار في فتره قصيره وهو داخل على مباراه افريقيه، مباراه تاون شيب من المباريات المهمه جدا، ذهاب واياب في مده 10 ايام في شهر 7، لازم بست نقاط مع عدد من اللاعبين لازم تحسم القرار فيهم خلال الفتره القادمه. عموما ده كان شيء مهم جدا لازم نتكلم فيه متعلق بمستقبل الكره في النادي الاهلي ما بين لائحه شؤون اللاعبين واللاعبين خلال الفتره القادمه. لكن محتاجين نختم بقى بخبر مهم جدا متعلق بنجمنا محمد صلاح، وزي ما قلنا خلال اطلالتنا الاخباريه محمد صلاح وصل القاهره الحمد لله بسلامه، وبالتاكيد ان شاء الله نتمنى له التوفيق خلال الفتره القادمه. لكن الخبر الابرز بالنسبه لمحمد صلاح خلال الساعات الجاريه واثناء مباراه مصر وبلجيكا كان رامي عباس وكيل محمد صلاح، كان كتب تويته مهمه جدا قال فيه ان هو بينفي مفاوضاته مع برشلونه، وزي ما احنا شايفين التويته اللي كتبها رامي عباس حيث كشف عن حقيقه عرض خدمات اللاعب محمد صلاح على مسؤولي نادي برشلونه، وكتب على تويتر معلقا على الخبر التي نشرته صحيفه اي اس الاسبانيه اليوم الاربعاء قليلا، لم يحدث ذلك اطلاقا وتحتاج اي اس لمصادر افضل. وكانت الصحيفه ذات الميول المدريديه ذكرت اليوم ان وكيل صلاح عرض خدمات اللاعب على برشلونه خلال الميركاتو الصيفي، مشيرا الى ان النادي الكتالوني يضع النجم المصري كخيار حال فشله في ضم الفرنسي انطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد. انا شايف رامي عباس ركز في نقطه مهمه جدا، ان قال الصحيفه الاسبانيه ذات ميول او لها ميول مدريديه وبرشلونه وناحيه كتالونيه، يبقى في صراع اعلامي. نادي برشلونه محمد صلاح، محمد صلاح قيمته كبيره جدا، فبالتاكيد المسؤولين في الانديه الاوروبيه هيكونوا محتاجين ان هم يستخدموه ويكون دعم ليهم خلال الفتره القادمه. اخر حاجه صلاح، يمكن تعليقا على هذا الخبر، امبارح كان صلاح في تصريحات مع صحيفه بريتشر ريبورت الانجليزيه قال فيها انا سعيد بتواجدي في ليفربول ونخوض المونديال دون ضغوط، وهذه التصريحات قريبه جدا من كلام رامي عباس عندما قال انه بينفي مفاوضاته مع برشلونه لانتقال صلاح، لان قال صلاح ان سعيد بتواجده في ليفربول. عموما دي كانت اطلالتنا الاخباريه النهارده، اتكلمنا فيها عن امور كثيره جدا، اتكلمنا على المنتخب الوطني والخساره امام بلجيكا والاستعداد للمرحله القادمه في كاس العالم، اتكلمنا عن ملف النادي الاهلي والاستقدام او التعاقد الجاري خلال الساعات القادمه مع مدير فني جديد للنادي الاهلي واجتماع لجنه الكره غدا باذن الله في 3 عصرا، ثم اجتماع مجلس الاداره لاعتماد قرار لجنه الكره واتفاق على المدير الفني الذي سيقود القلعه الحمراء، ثم ختمنا بالحديث عن محمد صلاح وعودته الى مصر وكلام واحاديث من صحيفه اسبانيه جريده اي اس الاسبانيه عن حديث محمد صلاح وانتقاله الى ريال مدريد، ونفي رامي عباس انتقاله محمد صلاح الى ايضا فريق برشلونه. فبالتالي نتمنى التوفيق يا رب لمحمد صلاح خلال الفتره القادمه. تلك هي الاطلاله الاخباريه من قناه النادي الاهلي خلال شهر رمضان الكريم، نتمنى التوفيق يا رب باذن الله لمنتخبنا الوطني في كاس العالم، وايضا نتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي وحسم هذه الملفات خلال الساعات القادمه والاستعداد بشكل جيد في الموسم القادم باذن الله. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء، وكل سنه وانتم طيبين.